جاني سؤال عايز أسأل حضرتك فيه. المسيح ماشي في الشارع، المسيح يعني الرب يسوع له المجد، ماشي في الشارع هو والتلاميذ، لقي شجرة تين مورقة وجميلة وخضراء ويانعة، طلب منها تين، لم يجد فيها تين لعنها. ماشي، يعني مش عاجبني قوي كلمة لعنها دي، لمجرد ان هي يعني كان عايز ياكل تين ما لقاش فيها تين راح لعنها. لكن اللي تعبني زيادة بقى، او اللي تعبني يعني في الحدوتة دي، انه بيقول لك، مش فاكر الشاهد، لكن بيقول لك انه لم يكن وقت تين. اوكي تمام. ايه يعني انا ماشي في الشتاء عايز اكل تين برشومي في الشتاء، اللي بيطلع تين برشومي في الصيف، ما لقيش تين برشومي، ازعل من الشجره؟ مش ازعل من الشجره، بل قال عن الشجره وتيبس في الحل. فايه بقى هو؟ طبعا ما كانش الصيف، كان في ابريل. ما انا مش فاهم. في اسبوع الالام. المهم انه لم يكن مش لم يكن وقت، لم يكن وقت تين على الاطلاق، لكن وجدها مورقه يعني وراها اخضر. طيب. ولما قرب منها ما لقاش حتى البراعم اللي بتبين ان هتحمل تين، حتى يعني حتى لو هو مش هياكل من تين، لكن الوقت ده في ابريل المفروض لما تقرب من الشجره. لكن انا قبل ما اشرح نرجع للنص. نرجع النص في متى مختصر، وفي مرقس كان طبيعي يعني كشيء طبيعي مطول للغايه. ففكره لم يكن وقت التين ده في مرقس مش في متى. هنقرا الجزء الخاص بمتى ونقرا الجزء الخاص بمرقس ونشوف اللعن ده ليه وسببه ايه والقصه دي كلها ايه. يا ريت. في متى 21 ايوه عدد 18، وفي الصبح اذ كان راجعا الى المدينه جاع. يبقى المسيح بيجوع اهو. طيب جميل. فنظر شجره التين على الطريق وجاء اليها فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقط. ورقا فقط. طيب. فقال لها لا يكون منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينة في الحال. يعني ورقها المخضر ده يبس في الحال. طبعا هي معجزة بشكل أو بآخر حتى لو فيها لعن. طيب. والتلاميذ تعجبوا. ماشي. في المقابل بقى لما بنكتشف في مرقس 11 نفس القصة بس أكثر تفصيلا كإعادة مرقس، في مرقس 11 يقول ايه؟ ومرقس يقولها على مرتين يعني على جزئين. ازاي يعني؟ يعني يبتدي بالتينه وفي حادثه في المنتصف ثم التينه مره ثانيه. وده المغزى بتاع القصه بقى كلها. وايه الحادثه اللي في المنتصف؟ دخل وطهر الهيكل من الباعة الجائلين وطردهم، ودي ده المغزى يعني في الاخر التينه هنا بترمز لايه؟ ده اللي هنجيله. ده اللي هنجيله يعني. ماشي. الهدف من التينه. يقول ايه؟ وفي الغد لما خرج من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة التين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا. فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا. الوقت ده وقت براعم. يعني ان في براعم مبكرة تخرج عشان تقول لنا ان الشجرة دي هتحمل تين. لانه لم يكن وقت التين ده فعلا. فاجاب يسوع قال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. انتهى الموضوع. وجاء إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون، وانتهت قصة الباعة اللي أخرجهم. ولما صار المساء في نفس اليوم خرج إلى خارج المدينة. ما كانش ممكن يبيت في المدينة في الوقت ده. وفي الصبح تاني يوم إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول. فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التين التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم إيمان الله. ابتدى الوعظة بتاعته. طيب ايه الوعظة؟ ايه القصة؟ ايه المغزى؟ أيوة. اولا انا مش مع الناس المتألمة والمتعاطفة مع شجرة التين. ليه بس؟ ليه؟ ما انا اكيد صديق للبيئة. لكن في النهاية في حاجات عظيمة بتحصل، في دروس مهمة ربنا بيديها بالنماذج اللي زي دي، مش عن طريق موت بني آدم مثلا. ومع ذلك احنا بنكتشف ان كل العلم اللي تقدم ده في العالم كله، كل الأدوية اللي بنستخدمها كلها حصل ليها تجارب مع حيوانات مش مع أشجار.
ومات فيها ومرض فيها واتصرع فيها واتكهرب فيها و و و حيوانات تجارب. وعمر ما كان في شكوى من اي منظمه انه ليه تعملوا كده، اعملوها في الانسان على طول. وبالتالي انا من وجهه نظري قيمه الدرس اللي المسيح هيقدمه لليهود ولتلاميذه ولينا ويذكر في الكتاب هو القيمه الاهم بكتير عشان نفهم التينه هي ايه. اولا التينه عشان ما يحصلش في الانسان، يعني انت عايز تقول انه زي شجره التين كانت وكانها مثل فأر تجارب، يعني افهم من كلام حضرتك عشان يدينا الدرس، عشان اجرب لكم الدرس والنهايه شكلها ايه. في فأر التجارب اللي هي هنا اهوت كانت شجره التين زي ما بتعملوها انتوا في الادويه وبتيجي على الفيران مثلا فنعرف ايه نتائجها بالظبط. ماشي اتفضل كده. وناس بتشرح ضفادع وناس بتشرح كذا عشان يعرفوا بدون دخول في التفاصيل الدوره الدمويه، يعني كل شيء بيحصل ما فيش اي ضرر منه طالما الخير منه اعظم. ماشي. ففي النهايه خلينا في موضوع الشجره، طالما مش وقت التين، هو مش وقت التين ده اكيد ماشي، لكن هو لم يجد فيها شيء لم يجد فيها أي شيء ولا حصرم حتى ولا أي شيء. أولا بحسب ميخا 7، ميخا ده من أنبياء الصغار في العهد القديم الإصحاح 7 عدد 1. ميخا أنبياء صغار يعني إيه؟ إحنا عندنا أنبياء كبار. بمعنى إيه صغار والكبار؟ معناها الأنبياء الأصفار بتاعتهم طويلة. طبعا فيش نبي صغير ونبي كبير في مقام النبي أو في تأثير النبي أو في شخصيته ولا في عمره ولا في دوره أو تأثيره، بالعكس. يعني ميخا زي أشعيا زي هوشع زي عموس كلهم كانوا أنبياء القرن الثامن، كانوا موجودين في نفس صغار ليه؟ صغار لأنه الأسفار بتاعتهم الكتابات بتاعتهم صغيرة صغيرة فقط لا غير، يعني ترتبط بطول والكتابة بتاعتهم أو السفر بتاعهم، السفر بتاعهم صغير لكن الثاني سفر كبير. فهمنا. طيب قال لنا إيه عم في ميخا 7:1 بيقول اعتبر أو قدم لينا صورة التينة، صورة التينة غير المثمرة كرمز لفشل إسرائيل. فين ده؟ في ميخا 7:1. قال إيه؟ نفتحها بقى، لكن عايز أقول يعني في ميخا 7:1 اعتبر التينة غير المثمرة اللي زي اللي احنا شايفينها دي رمز لفشل إسرائيل. يعني هل حضرتك تقصد إن شجرة التين إشارة أو رمز طبعًا أو من ضمن الرموز زي الشعب كرمة وأمة إسرائيل القديمة؟ بالظبط. ماشي. فهو لما يعني هذا الأمر يعني اتضح إن الشجرة دي غير مثمرة، يعني مش هيجي منها ثمر حتى في الصيف، يعني ما فيش أي يعني دلائل زي يعني هل كان مفهوم للشعب اليهودي إن شجرة التين بالنسبة لهم هي طبعًا زي مثلًا ما بنقول على لبنان شجرة الأرز، يعني على العلم بتاعهم شجرة الأرز، فهل كان متداول أو مفهوم ان كلمه ان الشعب القديم اشاره يشار اليه بالتينه والكرمه؟ طب ماشي اتفضل. لا يعني ويل لي لاني صرت، هنا بيتكلم عن الامه، كجني الصيف كخصاصه القطاف لا عنقود للاكل ولا باكوره التين اشتهتها نفسي. فهنا مفيش باكوره تين، مفيش امل ان الشجره دي تبقى مثمره، وبالتالي دي كانت رمز الفشل اسرائيل. طيب. فاحنا النقطه الاولى القصه بترمز او التينه بترمز وبترجع لي فكره فشل اسرائيل. طيب. الفشل ده واضح بقى في زيارته للهيكل. لما دخل الهيكل بيت الصلاه يدعى صار مغاره للصوص، طرد الباعه، طهر الهيكل من كل الممارسات الخاطئه اللي فيه اللي هو مفروض وقت او مكان عباده وتقرب من الله. اسرائيل فشل واسرائيل بعد واسرائيل زنى عن الله، زنى روحي يعني، وابتدى يهتم ب المال وابتدى يهتم بالتجاره على حساب. ممكن اقطع واخرج بره الموضوع شويه؟ اتفضل. يعني هل اخد درس من اللي حضرتك بتقوله عن الباعه والهيكل ومش عارف ايه، ان احنا ما نقدرش لو احنا في كنيسه ولا غيره لو في كانتين ولا كافيتيريا بيبيعوا كوبايه شاي ولا ازازه سباتس ولا بسكويت ولا يعني ده اصبحت مغاره لصوص؟ لا. امال ايه؟ في فرق بين انه كان رئيس الكهنه قيافه وحنان كانوا اعظم تجار في ذلك الوقت، كانوا جشعين جدا. مش قيافة وحنان دول رؤساء كهنه؟ رؤساء كهنه، ما هم كانوا اعظم تجار، اعظم تجار واكثر ناس جشعين وكانوا مكروهين من الشعب اليهودي بسبب الضرائب اللي كانت مفروضه عليهم وثراء فاحش. والتلمود بيتكلم عنهم انه يعني هؤلاء رؤساء الكهنه كالافاعي فعلا وكانوا مكروهين جدا. التلمود ده، التلمود هي الشريعه الغير مكتوبه او طبعا كتبت فيما بعد الشفاهيه عن لليهود، يعني كتاب غير
كتاب كان شفوي او كان غير اليهودي يعني. بيفسر اشياء كثيره من الكتاب. طيب ماشي. القصه كلها دي أيوه. هي باعتبارها عمل رمزي يعني الرب يسوع. بس قبل ما نرجع للعمل الرمزي والتينه لما هبيع بسكويت ولا كوبايه شاي ولا ازازه بيبس اكيد لو لمصلحه شخصيه والجني الشخصي مش للخير مش للكنيسه مش لعمل الكنيسه مش التوسعات للكنيسه لهم كانوا بيبيعوا الحمام والصلاه لجيبهم لقيافه وحنان كان بيعملوا حاجتين لحظه بقى في اللحظه دي بقى نرجع بقى كان بيعملوا حاجتين كان عشان تقدم ضريبه الهيكل وانت جاي بقى من كل امه وكل قبيله ومن كل شعب يهودي اليهود كانوا مشتتين لما نرجع ليوم الخمسين ما فيش مكان ما جوش منه كل الامم اللي احنا نعرفها في ذلك العالم اللي هو المسكونه في ذلك الوقت كلها جت عشان تجتمع في الهيكل في العيد ماشي. يوم الخمسين يعني ماشي. فعشان تدخل الهيكل عشان تقدم الضريبه لازم تغير عمله زي الدولار مع الجنيه زي السيارات زي الصرافه دكاكين الصرافه فكانوا بيغلوا جدا يعني في تغيير العمله فيعني الفرق كان بيدخل عندهم ده اول حاجه. تاني حاجه مهما كانت اللي انت جايبه بقى من ذبيحه لو مش مختومه بالختم بتاعهم كانوا بيطلعوا منها 100 عيب عشان تترفض عشان تشتري من عندهم او تشتري الختم لا لازم لا تشتري من عندهم لا تشتري الخروف بتاعه والمعزه بتاعته بس كده. حتى الفقير الغلبان اللي جايب حمامة أو يمامة يعني عشان فقير لازم برضك يشتري من عندهم بشيء من المغالاة. فالناس دي لا كانت تجبرت كانوا بيستعبدوا الأمة كانوا بيستغلوا الأمة كان في فساد غير عادي في طبقة الكهنة في ذلك الوقت. فإحنا بس لما دخل المسيح كان جاي ثورة حقيقية مش مجرد كانوا بي 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 بيشتغلوا كانتين يعني ده يعني لا لا طيب فهمت. فالقصة هنا بتشكل رمز مناسب لديانة تفتقر لثمر أو أي شيء من أعمال التقوى الحقيقية يعني كلها اللي هي ليهم صورة التقوى ليهم الشجر باينة كبيرة فيها ورق أخضر لكن لما تقرب منها ما فيش ثمر ما فيش حاجة تفيدك بيها ما فيش حاجة حقيقية فيها يعني المسيح لما اقترب منها من بعيد المنظر بيقول لك ان لا دي هتلاقي فيها حاجه. فهي الامه دي الشعب ده في ايام المسيح بالذات كان شكلهم بيديك الايحاء بان هم دول الامه اللي بتعبد الله هم دول الامه المختاره مثلا او الشعب المختار. لكن لما بتقرب منهم وتشوف افعالهم وتشوف تصرفاتهم وحياتهم بتكتشف العكس. عشان كده مرقس قصد ان يربط يعني موضوع شجره التينه يضعوا في يعني التينه قبل دي قبل وبعد في المنتصف في فكره التطهير ساندوتش ما بين التطهير الهيكل تطهير الهيكل ساندوتش بين تطهير الهيكل. وطبعا في النهايه في رايي انا هي اكتر من كده ايه بقى يعني هي هذه اللعنه اللي لعنها لعن بيها المسيح الشجره عشان تيبس بقى مش مجرد ما تجيبش ثمر هي نبوه عن مستقبل الامه اليهوديه كامه يعني ده وجهة نظري يعني ده مستقبل الأمة وإنذار لتلاميذه وإنذار للناس في عصره إنذار الناس يعني في عصر المسيح إن كل أمة كل شعب مش هيصنع ثمر كويس يعني أي شعب في لعنة منتظرة ينزعه واللي أنت قلته أنا قلناها قبل كده في الكرمة لكن لازم الشعب اللي بيعبد الله يبان في حياته يبان في ثمره هذه الحياة يعني ما ينفعش إنسان يعني بيدعي إنه ليه علاقة مع الله وفي نفس الوقت ما فيش حاجة في حياته أوله لآخره ورق في ورق بالضبط. طبعا في ناس بتقول يابست في الحال أو فكرة يابست التينة بس أنا مش مع الرأي ده إنه ده بيشير إلى خراب أورشليم وتدمير الهيكل حتى خراب أورشليم بس واضح إنه لكن هي أكتر في عواقب أمة مش مكان نتيجة اكتفاء بالشكل الخارجي اللي هو الورق ورق 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 من خضر ومن جوه مفيش أي السؤال التاني بقى اللي قدامي وأحب حضرتك تساعدنا فيه على قد ما وقتنا يسمح في متى 27 يقول لك إيه حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل لو رجعت انا يعني عايز ادي لحضرتك بس انا كنت بحضر مناقشه رساله الدكتوراه لواحد صديقي فهو كاتب في رساله الدكتوراه بتاعته ان هو واخد الاقتباس ده واخد الجمله دي من المرجع الفلاني ده في الجراحه اللي انا عارفه طلع غلط
فالدكتور بيقول له انا رجعت، بيبقى كاتب في اخر الرساله بتاعته مثلا الاقتباس ده انا واخده، فبيقول له انا رجعت للمرجع اللي انت بتقول عليه في صفحه كذا في الفقره الفلانيه ما لقيتهوش. لقيت صديق الدكتور طالب الدكتوراه ده واقف بالبلدي كده بيقول يا ارض تشقي وابلع عيني، مش عارف يرد، اتلبخ ومش عارف يرد. وانا يعني بس اللي عايز اقوله لحضرتك حاجه لمؤاخذه يعني تشبه لكده، حينئذ تم ما قيل بارميا النبي. لو رجعت ورا الكلام ده اللي قاله متى طالب الدكتوراه، حينئذ تم ما قيل بارميا النبي، تلاقي انه ما قالوش ارميا النبي، تلاقي انه قالوا مين؟ زكريا النبي. بالظبط. ايه الحدوته دي بقى؟ انا عايز ادخل فيها، انا ما اعرفش وقتنا قد ايه، لكن عايز ادخل فيها، لكن هو ده موضوع متسع جدا، ادينا فيه على قد ما الوقت يسمح. لا هي في مش مشكله، لكن في حاجه لازم نفهمها في الاقتباسات. اتفضل. في ثلاث انواع او ثلاث اشكال من الاقتباسات لازم نعرفها. اتفضل. في اقتباس او اربع اشكال كمان، في اربع اشكال. الشكل الاولاني اقتباس بالحرف وبالنقطه، وده الطبيعي. تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك ماشي، فتكتشف ان الكلمه دي هي الكلمه دي اللي موجوده في العهد القديم موجوده في العهد الجديد. في اقتباس تاني بتصرف بسيط. بتصرف بسيط نتيجه ان الكلام الموجه للجماعه دي ينطبق على الجماعه القديمه لكن بالاسم الجديد. يعني ماشي. اسبح الرب او احمد الرب وسط الجماعه. وسط الجماعه. طيب لما اقول وسط الكنيسه هو المعنى ماشي. واحد خلاص موافق. فده التصرف البسيط اللي بشيل كلمه بحط كلمه تانية. فاهم. الامر الثالث بقى كويس، ان انا بلاقي اقتباس مش موجود خالص في العهد القديم، عشان زي مثلا اللي موجود في متى اعتقد 2:23 انه سيدعى ناصريا، ده مش موجود خالص، لا يوجد في العهد القديم نبوه بتقول ان المسيح هيجي سيدعى ناصريا. فانا عندي مشكله هنا. الاقتباس الرابع بقى ايه هو ما انا هرجع له حاضر ارجع، يمكن ده اللي نقفل بيه. الاقتباس الشكل الرابع بقى من الاقتباسات هو ان انا جايب جزء من مكان زي اللي انت قلت عليه وهو من مكان تاني خالص. فدي الاشكاليات اللي عندنا. كنت تقول لي انه اقتباس وخلاص، ما تقوليش منين، ما تقوليش من ارميا وهو يطلع زكريا، خاصه وانه متى في اكثر من مكان لكي يتم بالنبي القائل من غير طيب ما يقول اسم. كنت وفرت على روحك وعلينا، كان ريحنا. طيب اتفضل. نيجي للسيد عناصريا، عايز انتهي منها دي. طيب يبقى هناخد سيد عناصريا بس، والمره الجايه مش هنخش على التناقض اللي انا بادي بيه من ارميا وزكريا. لا لا لا، لان دي عايز حلقه كامله فعلا. طيب اتفضل قول لنا حكايه سيد عناصريا. اولا ده المكان الوحيد في 11 مرة بيتكلم لكي يتم قيل بالنبي، المرة الوحيدة اللي قال لكي يتم قيل بالأنبياء. يبقى أول نقطة نحطها هنا إنه الأول مرة وآخر مرة يتكلم عن أنبياء، ما بيتكلمش عن نبي. طيب. إنه سيدعى ناصريا. كلمة الأنبياء كانت حاجة معتادة عشان نوصف موضوع الأنبياء مشغولين بيه. يعني في انبياء كتيره مشغوله بيه، مش نبي او اتنين. يعني موضوع السبي مثلا. يعني لكي يتم ما قيل بالانبياء انه في سبي هيحصل، خمس ست انبياء قالوا لنا في سبي جاي خلاص. يبقى ده موضوع. بس حضرتك بتقول ما فيش ولا واحد قال انه سيدعى ناصري، عشان كده لا. ايه الموضوع بقى؟ كلمه ناصري كانت معناها او كان بتطلق، الكلمه نفسها كانت بتطلق ناصري، انك من الناصره، كان بتطلق على الحقير والمصدره والمرفوض. يعني وبالتالي كانت واحده من ضمن الاشياء عشان تقول انا ناصري، يعني كانت شيء مخزي. وكانوا يعني عشان كده يقول لك يعني امن الجليل يخلق شيء صالح من الناصره وما سمعوش ان في نبي ياتي من الجليل، يعني عمرنا ما سمعنا ان في نبي جاء من الجليل. يعني فكره الجليل طبعا، فكره الناصره، خلينا في الناصره، في الناصره يخرج منها شيء صالح ما كانش متوقع. وبالتالي فكره ان المسيح انه سيدعى محتقرا، ده اقرب شيء، لان كلمه ناصر ممكن تبقى نذير في العبري او في الارامي، يعني كانه نذير، بس ده مش المعنى المقصود انه سيدعى نذير، لان المسيح مش نذير، يوحنا اللي كان نذير. لكن هنا المقصود انه هيبقى حقير ومصدره ومرفوض، وده تتميم للي جه في مزمور 22 واشعياء 53 وزكريا 11، يعني في اكثر من مكان. ونختم كلامنا بقى كله باللي جه في يوحنا 1 فعلا
يوحنا 1:46 اللي احنا اتكلمنا عنها. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعالى وانظر. آخر حاجة جاية في يوحنا 7:52، ده مجمع سنهدريم لما اجتمع وبيناقشوا موضوع الضلالة اللي جاية من المسيح. أجاب وقالوا له: لعلك أنت أيضا من الجليل، فتش وانظر وانظر. أنه لم يقم نبي من الجليل. ففكرة أن الجليل مستحيل يخرج منه حاجة، وقرية الناصرة اللي من الجليل مش ممكن يخرج منها حاجة، دي واحدة من ضمن الأشياء الممكن نفهم منها أنها محتقرة ومرزولة ومرفوضة. لكن ما فيش حاجة يعني. وبالتالي احنا بنتكلم ان اشعيا يتكلم عن كده، المزامير اتكلمت عن كده، زكريا يتكلم عن كده، لكي يتم ما جاء بالانبياء انه سيدعى محتقر او مرذول او مرفوض. هنتكلم عن موضوع ارميا وزكريا ده في الحلقه القادمه ان شاء الله. حاجه اخيره عايز اقولها من الاقتباس اللي قاله لنا الشيخ يوسف على امن الناصره يمكن ان يخرج شيء صالح. فرد فيلبس وقال له: تعالى وانظر. يمكن يكون المسيح لحد النهاردة مش محترم قوي، مش مبجل قوي في نظر الكل. الدور اللي عليك انك تعمله تعمل زي ما قال فيلبس: تعالى وانظر. تعالى بس قدم ليه المسيح، قل له تعالى وشوفه. والتحول اللي حصل في حياة نثنائيل بعد هذا اللقاء تحول بقي ودام مع نثنائيل إلى نهاية حياته.